القطاع التجاري حذر من كارثة اقتصادية جراء تداعيات الجائحة والتصريحات الحكومية التي تلمح بفرض حظر شامل إذا لم يتراجع المنحنى الوبائي خلال أسبوع، وهو ما أربك القطاع التجاري والخدمي وسلسلة التزويد. غرفة تجارة الأردن وجهت بيان للحكومة وضعت فيه مطالبها لإنقاذ القطاع وأبرزها إعادة النظر بالحظر. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكبريتي. أهلا بك سيدي. الله يمسيكم بالخير. اليوم حذرتم من تداعيات الحظر على القطاع التجاري والخدمي، كيف أثر الحظر على سلسلة التزويد للقطاع التجاري وما هو حجم الطلب على الأسواق حاليا؟ سيدي الكريم، يعني قبل أن نتحدث على حجم الأضرار نتحدث على الأمن الغذائي الذي هو أهم. اليوم نحن قادمين على شهر الفضيل، شهر رمضان، ولكن عدم الوضوح للسياسة الحكومية وعدم وجود خارطة طريق نعتمد عليها في المستقبل الاقتصادي. قبل أيام معدودة صدر من وزير الإعلام بيان لا يوجد حظر في القريب، حظر شامل. بعدها بيوم أو يومين نسمع آراء متضاربة. سيدي الكريم، القطاع الاقتصادي لا يعتمد على الفزع، القطاع الاقتصادي وخاصة الموردين إلى الأسواق يعتمدوا على سياسة. إذا كان هنالك حظر فتتغير السياسة، تتغير الكميات التي يستوردها، تتغير نوعية البضاعة التي نستوردها. نعم. رمضان قادم سيدي، رمضان له متطلبات معينة، عدم الوضوح معناته عدم الاستيراد أو تخوف من الاستيراد. نعم. فبالتالي عمالك تعمل زعزعة أنت بالسوق. صحيح. فهذا أولا، يعني هذا ما يقلقنا أولا. نحن نعي أنه صحة المواطن قضية مهمة جدا، ولكن كمان الأمن الغذائي لكل مواطن قضية مهمة جدا. وإذا كان هنالك لوم وعقاب لمن تسبب في موت شهداء الوطن، فنحن كمان ممكن معرضين بكرة إلى أن نتسبب في 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 في, في شحة مواد غذائية ونعاقب ونحاسب. فبالتالي علينا نحذر أنه يجب أن تكون في هنالك سياسة واضحة، سياسة مدروسة، نكون جزء منها لكي نستطيع أن نلبي حاجة الوطن كما كنا نلبي في كل السنوات الماضية. تمام. أما بما يتعلق بالضرر يا سيدي، الضرر يعني يمكن البنك المركزي هو يعني أكثر وأدق الجهات الرسمية التي تعطيك الأرقام. تمام. بطريقة رسمية، لكن هنالك ضرر واضح وبعديد من القطاعات. سيد نائل، يعني طالبتم بإعادة النظر في الحظر، هل المقصود بمفهومه بشكل كامل يعني كفكرة هو مرفوض، أم أن الآلية مثل أوروبا مثلا؟ سيد الكريم، إحنا ليس مع أو ضد، إحنا لا نقول إنه هذا صح ولا نقول، إحنا ليس العلماء في القضية الصحية. هنالك من يتولى الملف الصحي، ولكن الملف الصحي يجب أن يتوازن مع الملف الاقتصادي، وبالتالي يجب علينا التعامل بهالملفين في طاولة واحدة. يعني الحظر ممكن الطريقة الأسلم إن نطلع من 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 الحالة الصحية، ولكن في 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 خبراتنا السابقة وتجربة الأردن السابقة الحظر ما أدى إلى شيء، لم يغير المعادلة. يعني واجهنا الحظر ودفعنا الثمن الحظر ودفعنا اقتصاد، وكان هنالك تباطؤ في الأمور الاقتصادية عام 2020، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة الأرقام التي يعني اليوم مخيفة. مخيفة مش بس بالتزايد. فبالتالي إذا كان الحظر بده يحدد وحجم المرض إحنا معه، ولكن إنه بس إحنا بدنا نعمل حظر بس لإجراء ثم يكون الثمن على الاقتصاد. نعم. يعني ليس هذا الأسلوب. نعم. يعني نتمنى، وليس فقط قضية الحظر، يعني كتابنا لدولة الرئيس واضح. يعني بخصوص الكتاب سيدي، بخصوص يعني اليوم وضعتم في بيانكم حلولا على الطاولة، على طاولة الحكومة، وهي حلول ليست بجديدة منذ بدء الجائحة. ما هو الجديد منها؟ وهل هناك تجاوب كان من الحكومة؟ يا سيدي ليس جديد، ولكن على الحكومة أن تعي أن القطاع الخاص بحاجة إلى 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 بترول بشان يستمر. هذا البترول هو سيولة، هي سيولة، ليس سيولة بيد التاجر، هي سيولة بيد المواطن. فبالتالي عدم وجود قوة شرائية تضعف السوق أكثر ما هو ضعيف، عدم وجود ساعات عمل كافية تضعف السوق، عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بقضية الضرائب. لماذا الحكومة عمالها
تتجنب موضوع الضرائب. هل تعتقد ان الحكومه يعني بموازنتها التقديريه انه بعام 2021 هتحصل هذه الضرائب؟ اذا ما في شغل كيف بدها تحصل؟ لكن اذا غيرت سياستها الضريبيه وغيرت مفهوم الضريبه وغيرت الطريقه الاسلوب الغير حضاري بتحصيل الضريبه، فبالتالي ممكن تصل الى الارقام التي موضوعه ضمن الواردات الدوليه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لماذا الدوله موظفين الدوله عم تتعامل مع القطاع الخاص بهذه الطريقه؟ ليش؟ يعني شو ذنبنا احنا عندما اليوم احنا عمالنا بنواجه كل هذه الظروف وعمالنا بنقدم وقدمنا وراح نقدم؟ بيجي موظفين من هذه الوزاره وهذه الوزاره بخشوا على المحلات، وين كرت العمل؟ وين مش عارف شو السعر على الرف؟ ونازلين مخالفات يمين ومخالفات شمال. يعني بطل القطاع الخاص قادر يتعامل. يا سيدي الكريم يجب على نعم سيدي نعم سيدي انه القطاع الخاص قطاع جزء مهم، هو 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 المركب واضح اللي حابب الاقتصاد واضح بشكل كامل. رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكبريتي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.